أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 8 which is entitled Geometric Transformations. الدرس بتاع النهاردة يعتبر درس مهم لأنه عبارة عن introduction للفور lessons اللي جايين بعد كده. الأربع دروس دول هيتكرروا معك كتير في السنوات القادمة، فيعتبر فهمك ليهم دلوقتي تسهيل على نفسك في المستقبل من أنت تفهمهم مرة تانية أو تلاقي صعوبة فهمهم. Let's start our lesson by defining what is geometric transformations. كلمة geometric transformations بتعني ايه؟ Transformations بمعنى تحويلات، يعني الدرس عنوانه التحويلات الهندسية. طيب التحويلات دي بتتم على ايه؟ التحويلات دي بتتم على الفيجرز او الشيبز اللي هتجي لك في المسألة. الشيب اللي عندك او الفيجر مكون من مجموعة من البوينتس، مجموعة من النقط. Transformations اللي هتحصل على هذه النقط. Transformations اللي عندنا عبارة عن 3 types of transformations بالترتيب حسب ما هندرسهم. أولهم الريفليكشن، وبعد كده الترانسليشن، وبعد كده الروتيشن. الريفليكشن منقسم عندنا لدرسين، lesson 9 and lesson 10، كان ممكن يحصل إدماجهم في lesson مستقل بذاته، بس هم مقسومين درسين. يعني اعتبر lesson 9 and lesson 10 الاثنين مع بعضهم بيتكلموا عن حاجة واحدة ألا وهي الريفليكشن. lesson 11 هيتكلم على الترانسليشن، وlesson 12 هيتكلم عن الروتيشن. توضيح بصورة تانية، transformations عبارة عن مجموعة من التحويلات. التحويلات دي هتتم على مجموعة من الأشكال، وكل شكل من هذه الأشكال بيتكون من مجموعة من النقاط. هنعمل التحويلات بتاعتنا على هذه النقاط، وكل تحويلة من التحويلات دي ليها اسم. عندي الريفليكشن اللي هو الانعكاس، هتلاقي ان البوينت لما اتحركت من مكان لمكان اخر اكن حصل ليها انعكاس، انعكاس على لاين او انعكاس على بوينت. تاني حاجة من انواع التحويلات عندنا الترانسليشن الا وهي الانتقال، بتلاقي ان البوينت بتاعتك اتحركت من مكان لمكان according to certain relation، تبعا لعلاقة معينة. هذه العلاقة هتحكم لك انتقال البوينت من مكان الى مكان اخر في الـ XY plane. الدرس الاخير اللي هو الروتيشن هو برضك احد انواع التحويلات بمعنى الدوران. هتلاقي ان البوينت بتاعتك تحس ان هي لفت حوالين سنتر من مكان لمكان اخر، وطبعا تبعا لعلاقة معينة. هنشوف بتتم ايه، بتتم ازاي. تعالوا مع بعضينا نبدا ليسون 8، وزي ما قلنا ده مقدمه للفور ليسونز اللي جايين، يعني الكلام اللي هيتقال دلوقتي هيتكرر تاني في كل درس على ايه، على حده. تعالوا مع بعضينا نبدا. اول حاجه بيقول لي الكونسبت اوف الجيومتريك ترانسفورميشن. في الاشكال اللي انت شايفها دي كلها هتلاقي شكل عندك اوريجينال اللي هو حاجه زي كده الاي بي سي، ده اوريجينال شيب، وشكل تاني هنسميه A داش B داش C داش، وده بنسميه الإيمج. وضع الإيمج بالنسبة للشكل الأصلي بيحدد نوع الترانسفورميشن. يبقى على حسب انت هتشوف الصورة فين وتقارنها بالأوريجينال تقدر تحدد ايه اللي حصل. هل حصل ريفليكشن؟ هل حصل ترانسليشن؟ هل حصل روتيشن؟ تعالوا مع بعضينا ندرس هذه الأشكال ونشوف كل شكل انت حاسس ايه اللي حصل فيه. طيب تعال نبص هنا كده، الشكل ده A B C والشكل ده A داش B داش C داش. لما تيجي تبص تحس بايه؟ تحس ان حصل له انعكاس، يعني اكن في لاين في النص كده. اللاين ده حصل انعكاس لكل بوينت عليه. طبعا انت خدت الريفليكشن خدته في جريد 5 في السكند تيرم في جريد 5، وكنا بنقول ان انا بنزل بيربنديكولار من البوينت على اللاين، يعني الحته دي كده هتلاقي دي قدها بالظبط، والمسافه دي اللينس ده قده الناحيه الثانيه بالظبط. ده اللي بيميز الريفليكشن، بتلاقي ان كل بوينت الديستنس بينها وما بين اللاين اوف ريفليكشن از ذا سيم از ذا ايمج. طيب تعال نبص هنا، تبص هنا الوضع ده عامل ايه؟ ادي الاوريجينال وادي الايمج. تلاحظ الاتي، هو نفس الشكل ولكن اختلف وضعه، يعني بدل ما هو كان موجود هنا اصبح موجود هنا. يبقى حصل ايه؟ حصل ترانسليشن، انتقل من مكانه الاصلي الى مكان اخر. العلاقه بتاعت الانتقال هتلاقيها نفس العلاقه للثري بوينتس، يعني العلاقه اللي هتطبق هنا
هي هنا هي هنا، هينتج عنها انتقال الشكل بهذه الصورة. طيب النوع الثالث من أنواع الترانسفورميشن أو التحويلات الهندسية هو الروتيشن، بمعنى الدوران. هتحس إن الشكل بتاعك حصله دوران، هتحس إنه لف. يعني البي ادي الاوريجينال لفت بقت ايه بي داش، والسي لفت بقت سي داش، والاي لفت بقت اي داش. الدوران ده برضك بتحكمه علاقه في درس الروتيشن، هنتعرف على العلاقه دي بتتكتب ازاي وبتعني ايه. طيب تعالوا نشوف مع بعضينا كده الفيجرز ديت. لو انا عندي الشكل ده وانتقل للشكل ده، حصل له ترانسفورميشن من هنا لهنا، ايه نوع الترانسفورميشن اللي حصل؟ لما تيجي تبص تلاقي الشكلين زي بعض بالظبط، ما تحسش ان في دوران، ما تحسش ان في ريفليكشن، وبالتالي يبقى ايه؟ يبقى ترانسليشن. طيب بص هنا، لما تيجي تبص للفيجر ده تلاحظ الاتي، تحس ان حصل له دوران اراوند البوينت A، حصل دوران حوالين A، البي اصبحت بي داش، والدي اصبحت دي داش، والسي سي داش، وبالتالي ده اسمه روتيشن. طيب لما تيجي تبص هنا تحس ان حصل ريفليكشن على لاين وهمي هنا، يعني لو دي الاوريجينال ودي الايمج، تحس ان الشكل ده حصل له ريفليكشن، انعكس زي المرايه، كان دي مرايه كده والشكل ده صورته اصبحت ايه؟ الشكل ده، وبالتالي ده اسمه ايه؟ ريفليكشن. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل. الاكزامبل ده بيقول draw the image of each of the following figures according to the illustrated geometric transformation then describe its type. يعني بعد ما هنعمل المطلوب من عمليه الترانسفورميشن او الانتقال المطلوب، هنحدد بعد كده اللي انت شايفه ده يمثل ايه من انواع الترانسفورميشنز اللي احنا قلناها من شويه. زي ما انت شايف، في عندك هنا اكس واي بلين، وفي عندي كده ريليشن ما بين البوينت اللي اسمها اكس وواي وما بين النيو بوينت، دي اللي هتحكم عمليه الترانسفورميشن. طيب النوعيه دي من المسائل نحلها ازاي او بوجه عام الفور ليسونز هنبدا ازاي المساله بتاعتنا؟ لازم اديترماين البوزيشن اوف ايتش بوينت. يبقى اول حاجه هنعملها ديترماين ذا لوكيشن اوف ايتش بوينت. طبعا وانت بتحل مش تكتب دي انا بكتبها لك كده عشان تبقى فاهم هنعمل ايه. اول حاجه كل بوينت لازم تديترماين اللوكيشن بتاعها. طب انا عندي البوينتس اللي عندي، عندي A B C. يبقى اول مبدا المساله اقول كده A هت equal B equal C equal. يبقى انا كده بعرف البوينتس دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ لو ما بتعرفش تحدد البوينتس في الاكس واي بلين هيبقى عندك مشكله كبيره. يعني تعالى مع بعضنا كده نتدرب على البوينتس دي. انت عندك البوينت A، A هنا عباره عن ايه؟ اول حاجه بنقول go for x then move up or move down according to A the direction in y axis. يبقى انا عندي البوينت دي، البوينت ايه عشان اروح في الاكس ماشي، امشي ازاي؟ امشي لحد 2، يبقى هي 2 عند الاكس. طيب هطلع او انزل؟ لا مش هطلع او انزل، لان هي البوينت على الايه؟ على الاكس اكسس. وبالتالي البوينت دي اللوكيشن بتاعها او البوزيشن بتاعها في الاكس واي بلين اسمه 2 اند ايه؟ اند 0. الفيرست بارت ده بيمثل لي الاكس اكسس، السكند بار ده يمثل لي الواي اكسس. طيب بالنسبه للبوينت بي، البوينت بي دي وضعها عباره عن ايه؟ اروح لها ازاي؟ عشان اروح للبوينت بي اول حاجه امشي في الاكس. هل همشي الاكس في البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ همشي في البوزيتيف. همشي لحد فين؟ همشي لحد ايه؟ همشي لحد البوينت 4. وبعد كده هطلع فوق ولا هنزل تحت؟ لا هطلع فوق. يبقى همشي بالبوزيتيف. همشي قد ايه؟ همشي 2. يبقى البوينت بي دي عباره عن 4 وايه؟ و2. طيب البوينت سي عباره عن ايه؟ عباره عن 1 وهن اب ايه؟ هن اب 3، يبقى 1 و 3. اوكي؟ يبقى اول حاجه هعملها وانا بحل المسائل في الفور ليسونز اللي جايين دول ان انا احدد الايه؟ احدد البوينتس. طيب وبعد كده اجيب ايه؟ اجيب الاي داش. طب الاي داش اكوردنج لمين؟ اكوردنج للريليشن اللي عندي دي. يعني الاي داش هتيكوال ايه؟ طيب الاي عندي 2 0، هو بيقول لك الاكس خليها اكس ماينس 4. يبقى الاكس ماينس 4 اللي هي 2 ماينس 4 يبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. طيب الواي هنخليها ايه؟ الواي تبقى واي بلس 1، يبقى ازود على الواي 1. الواي هنا ب 0 يبقى لما ازود عليها 1 تبقى ايه؟ تبقى 1. طيب نيجي بعد كده البي داش، هعمل نفس الكلام، الاكس بتاعها 4 يبقى 4 ماينس 4 از 0. طيب وعندي هنا 2،
التو هعمل عليها ايه؟ هعمل عليها نفس التأثير ده، يعني التو دي اخليها تو بلس 1 تبقى كام؟ تبقى 3. طيب تعال نشوف السي داش، السي داش هيبقى ايه؟ انا عندي ال1 تبقى 1 ماينس 4 بماينس 3. طيب ال3 هيبقى 3 بلس 1 بكام؟ ب4. يبقى انت كده جبت البوينتس بتاعت الايه؟ بتاعت الشكل بعد الترانسفورميشن. طيب نيجي بعد كده نحدد بقى وضع البوينتس. الاي داش نيجاتيف 2 1، نيجي عند النيجاتيف 2 ونطلع 1، يبقى دي اسمها كده اي داش. طيب البي داش عباره 0 و 3، يبقى اجي 0 واطلع 3، ادي كده البي داش. طيب السي داش عباره عن ايه؟ نيجاتيف 3 و 4، اجي عند النيجاتيف 3 واطلع 4، تبقى هنا كده، ويبقى دي كده سي ايه؟ سي داش. تلاحظ ان البوينتس دي وضع ايه؟ وضع تريانجل. بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده ترسم. تلاحظ هنا ايه؟ تلاحظ هنا ان الاي داش بي داش سي داش لازم تاخد نفس الايه؟ نفس الدايمنشنز بتاعت الايه؟ بتاعت الشكل. طيب هنا المنظر اللي قدامك ده تحس ان الاوريجينال حصل له ايه عشان يوصل للايمج؟ هتلاحظ انه ده مش ريفليكشن ولا روتيشن، يبقى ده عباره عن ترانسليشن من البوزيشن ده للبوزيشن ايه؟ ده. يبقى انا عندي العمليه اللي تمت هنا از ايه؟ از ترانسليشن. اوكي طيب نيجي نشوف اللي بعد كده. اول حاجه هنعملها هنديترماين الاوريجينال بوينتس في الاكس واي بلين. يبقى لازم في اول حاجه تعملها في بدايه المساله تجيب الاي، تجيب البي، تجيب السي. عندي هنا الاي عباره عن ايه؟ هنمشي اكس ونطلع واي او ننزل واي. يبقى عشان اجو فور اكس يبقى همشي لحد النيجاتيف 3 وهطلع 1. يبقى الكوردينيتس بتاعت الاي عباره عن نيجاتيف 3 و1 بالبوزيتيف. طيب البي يبقى نيجاتيف 3 وهطلع 4. طيب بالنسبه للسي هروح نيجاتيف 1 واطلع 1، يبقى نيجاتيف 1 وايه؟ و1. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نجيب الاي داش والبي داش والسي داش اللي هي الصور اللي هي الايمج بتاعت البوينت ديت. كل نقطة من دول هتتأثر بنفس الايه؟ بنفس الريليشن دي. يعني ايه كلمة الاكس واي بيكامز نيجاتيف اكس اند نيجاتيف واي؟ ده معناها ان كل اكس تخليها نيجاتيف اكس وكل واي تخليها نيجاتيف واي. يعني لو انا عندي نيجاتيف 3 و 1، النيجاتيف 3 لما اخليها نيجاتيف اكس تبقى 3 وال 1 يبقى نيجاتيف واي يبقى نيجاتيف 1. طيب البي النيجاتيف 3 تبقى 3 وال4 تبقى نيجاتيف 4. هعمل ايه؟ هعكس الساين هنا وهنا. طيب بالنسبه للسي كانت نيجاتيف 1 تبقى 1 وال1 يبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. بعد كده تاخد كل البوينتس دي وتعمل لها اللوكيشن مره ثانيه في الاكس واي ايه بلين، هتلاقي ان دي الايمج بقى ايه بتاعتك. طب الاي داش عباره عن ايه؟ 3 ونيجاتيف 1، امشي 3 وانزل نيجاتيف 1، يبقى دي اسمها كده اي داش. ليه نزلنا؟ عشان نيجاتيف. طيب بي داش 3 ونيجاتيف 4، 3 يعني ايه؟ روح على الاكس اكسس على البوينت اللي اسمها 3. نروح على الاكس اكسس على البوينت اللي اسمها 3 نوصل هنا. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ نيجاتيف 4 يعني جو داون، امشي في الاتجاه النيجاتيف بتاع الواي بمقدار قد ايه؟ بمقدار 4 او بماجنتيود 4. يبقى هننزل تحت 4، يبقى البوينت دي كده اسمها بي داش. طيب بعد كده السي داش عباره عن 1 ونيجاتيف 1، يعني ايه 1؟ جو تو 1 ان ذا اكس اكسس، يبقى هنروح على 1 في الاكس اكسس اللي هو فين اهو. طب وبعد كده بيقول لك ايه؟ نيجاتيف 1 يبقى انزل 1، يبقى هي دي النقطه اللي اسمها سي داش. وبعد كده ترسم الرسمه بتاعتك ايه؟ ترسم الرسمه بتاعتك تاني. تيجي بعد كده تبص للايمج بتاعتك وتشوف ايه علاقتها بالايه؟ بالاوريجينال. هل هو ترانسليشن؟ طبعا مش ترانسليشن، لان هو لو ترانسليشن لازم ينتقل بنفس الايه؟ بنفس الشكل، يعني يجي لك
A و C تحت و B فوق. طيب هل هو reflection؟ هل انعكاس؟ انت تحس ان في يعني ممكن يكون انعكاس يعني، واحنا هنشوف في حينها ان ده عبارة عن reflection around the origin. طيب هل هو rotation؟ يعني ممكن يبقى rotation. ليه؟ لان انت عندك C ممكن لو هيلف around the O يبقى هيلف هيبقى كده. طب والA تلف تبقى تيجي هنا. طب والB ممكن تلف تبقى ايه؟ تلف تبقى هنا. طبعا هي دي صعبة شوية، لكن دي لما دي نكرر هي ايه؟ دي عبارة عن rotation او reflection in the origin 0 0. يعني دي هيبقى يا اما reflection around the origin يا اما rotation around الايه الاورجن، وهنشوفها طبعا في حالها. طيب نيجي بعد كده للاكسرسايز اللي بعد كده. عندي شكل فيه 4 بوينتس. اول حاجه اعملها اجيب ال 4 بوينتس، اجيب الاي، اجيب البي والسي والدي. عشان اوصل للبوينت دي اطلع لها منين؟ من الاكس اكسس اطلع لها من عند الزيرو، يبقى هي 0x and 1y. يبقى البوينت ايه ديت من عند الزيرو مشيت 1 اوصل لايه؟ لايه. طب البوينت بي اوصل لها منين؟ من الاكس، من عند البوينت 2. يبقى اروح عند ال2. طب هطلع ولا انزل؟ لا هطلع. كام؟ 3. يبقى عباره عن 2 و3. طب البوينت سي عباره عن ايه؟ اجو فور 5 لحد ال5 وبعد كده اطلع 2 يبقى 5 و2. البوينت دي عبارة عن ايه؟ هروح على السري. طب هطلع وانزل؟ لا ده هي على الاكسس نفسه. يبقى عندي سري وكام؟ سري وزيرو. بعد ما اجيب البوينتس ديت اكتب كده A داش equal B داش equal C داش equal D داش equal. شوف البوينتس اللي هي بتاعة الامج. طيب البوينتس دي اجيبها ازاي؟ اروح كل بوينت من دول احقق عليها الريليشن دي، اللي هي بتقول كل بوينت عندي x و y هتبقى x y داش. يعني الاكس هي الاكس، يبقى الاكس هتريمين ذا سيم. يبقى كل الاكسات واحده، يبقى عندي هنا 0 2 5 3 اكتبهم هنا 0 2 5 and 3. نيجي نشوف الثانيه الواي هتبقى ايه؟ نيجاتيف واي. ايه التغيير اللي عندك حصل من هنا عشان تبقى هنا؟ حصل ايه؟ غيرنا الساين. ما بقول لك نيجاتيف واي يعني غيرت الساين، البوزيتيف يبقى نيجاتيف والنيجاتيف يبقى بوزيتيف. يبقى انا عندي ال1 تبقى نيجاتيف 1، ال3 تبقى نيجاتيف 3، ال2 تبقى نيجاتيف 2، وال0 يبقى ايه؟ 0. طبعا ما فيش حاجه اسمها نيجاتيف 0. بعد ما حددنا البوينتس دي نرسمها. طيب ال A داش عباره عن 0 ونيجاتيف 1، اجي عند ال0 وانزل نيجاتيف 1. طيب ال B داش عباره عن 2 ونيجاتيف 3، اروح عند ال2 وانزل نيجاتيف 3. يبقى دي كده عندي A داش ودي كده B داش. السي داش عباره عن 5 ونيجاتيف 2، 5 ونيجاتيف 2 هنا، يبقى دي سي داش. الدي داش عباره عن 3 و 0، هي هي زي ما هي مفيش فيها اي اختلاف. وبعد كده نرسم الرسمه بتاعتنا. لما تيجي تبص على الوضع بتاع الايمج وتقارنه بالاوريجينال تحس ان حصل ريفليكشن اراوند الايه؟ الاكس اكسس. يعني اكن الاكس اكنه مرايه وده حصل ريفليكشن عليه. يبقى الترانسفورميشن اللي انت شايفها قدامك عباره عن ايه؟ عباره عن ريفليكشن. يبقى ذا تايب اوف ترانسفورميشن از reflection. تعالوا نشوف مع بعضينا another example. Draw the image of the quadrilateral A B C D where A is 1 and 1, B 4 and 1, C 4 and 3 ودي 1 and 5. وهي طبعا مرسومة هنا اهي. بعد كده بيقول لي according to each of the following transformations then describe its type. زي الاكزامبل اللي فات عشان نتدرب اكتر على حل المسائل ديت.
زي ما اتفقنا مع بعضينا، اول حاجة نعملها نحدد البوينتس بتاعتنا ونشوف الكوردينيتس بتاعتها عبارة عن ايه. انا عندي هنا A B C D، طبعا هو مديها لي، يعني هو هنا مديني ال A وال B وال C وال A وال D، مفيش مانع نكتبهم مع بعضينا هنا. ال A اللي هي 1 1، ال B اللي هي 4 1، ال C 4 و 3، ال D اللي هي 1 و 5. هنا الاكزامبل ده درجة الصعوبة فيه اقل من الاكزامبل اللي فات، لان الاكزامبل اللي فات انت كنت مضطر تجيب الايه الكوردينيتس بتاعت البوينتس. طيب بتحط كده البوينتس فوق بعضها وبتكتب هنا الايمج ال A داش ايكوال وال B داش وال C داش وال D داش. تعال نشوف هنا الريليشن اللي هشتغل عليها. طبعا الاكس وواي بتريبريزنت كل الايه كل البوينتس ديت، والنيجاتيف اكس وواي دي الايمج. تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان الواي ما اتغيرتش، وطالما ما اتغيرتش يبقى اعمل ايه؟ يبقى اكتبها كلها ايه الاول، اكتب كل الوايات دي عشان ايه؟ عشان ما اتلخبطش، ما تشتغلش على الاكس والواي ات ذا سيم تايم. خد كوردينيت واحد اذا كان اكس او واي واعمله في كل البوينتس عشان ما تتلخبطش. يعني هنا الاكس هتحول لنيجاتيف اكس، يعني عكست الساين، يبقى هتعمل ايه؟ هتاخد الاربعه دول كده وتعكس الساين بتاعتهم كده، تبقى الدنيا اسهل معاك. يبقى عندي نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 ونيجاتيف ايه ونيجاتيف 1. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنحدد الايه البوينتس دي مكانها فين. هنا نيجاتيف 1 و1، يبقى نيجي عند النيجاتيف 1 ونطلع 1، يبقى دي اللي هي الايه دي الاي داش. طيب البي داش نيجاتيف 4 و1 يبقى اهي، يبقى كده بي داش. طب السي داش نيجاتيف 4 و3، يبقى نيجاتيف 4 واطلع كام؟ واطلع 3، يبقى دي سي داش. الدي داش نيجاتيف 1 و5، يبقى نيجاتيف 1 واطلع ايه؟ واطلع 5، يبقى كده دي ايه؟ دي داش. وبعد كده ترسم الايه؟ الرسمه بتاعتك. بعد ما ترسم الرسمة تبص وتشوف ايه اللي حصل. الترانسفورميشن ده عبارة عن ايه؟ لما تيجي تبص بعينيك وتقارن الايمج بالاوريجينال شيب تحس ان حصل له ريفليكشن ان الايه ان الواي اكسس، وبالتالي يبقى الترانسفورميشن اللي حصل عندك هنا از ايه؟ از ريفليكشن. اوكي تعال نشوف الايه الشكل اللي بعد كده، نفس الشكل هنيجي يعني نشوف الترانسفورميشن اللي بالمنظر ده. طيب الاول نكتب الايه البوينتس بتاعتنا. البوينت A اللي هي 1 1، البوينت B اللي هي 4 1، بوينت C عبارة عن 4 و3، البوينت D عبارة عن 1 و5. ال A داش هت ايكوال B داش C داش D داش. طيب تعال نشوف بيقول لي ايه. بيقول لي الاكس هتبقى هيجي مكانها نيجاتيف واي، يعني الواي دي اعكس للساين بتاعها، الواي اللي هي في الحته دي هنا كده اعكس للساين بتاعها وحطه لي في البوزيشن اللي هو الاكس في ايه في الايمج. تمام. طب ايه الاسهل؟ مكان الواي هنحط ايه؟ هنحط الاكس اللي هنا. طب نبدا بدي، يعني الاكس اللي هنا نحطها كوردينيت واي في الايمج، يبقى 1 4 4 1 نحطهم هنا 1 4 4 1، يبقى انا كده خلصت الايه الجزء ده. طب الجزء الثاني قال لي ايه؟ الواي اللي هنا الوايات دي اعكس للساين واحطها في الاكس، يبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 ونيجاتيف ايه ونيجاتيف 5. يلا نوقع مع بعضينا البوينتس هنا. بيقول لي نيجاتيف 1 و1 اهو. طب نيجاتيف 1 اند 4 اهو. طيب نيجاتيف 3 اند 4، نيجاتيف 3 و 4. طيب بعد كده نيجاتيف 5 اند 1، نيجاتيف 5 هنا وال 1 عامل ازاي؟ عامل هنا كده. اوكي بعد كده نرسمها.
بعد ما نرسمها احنا حددنا دي اي داش ودي بي داش سي داش ودي دي داش. لما تيجي تبص هنا على الرسمه اللي انت رسمتها وتقارن الايمج دي بالاوريجينال شيب هتلاحظ ان هو حصل له روتيشن، يعني تحس ان هو لف معاك لف، وايه ويعني السايد ده بقى السايد ده وده بقى ده، حصل ايه؟ حصل روتيشن. يبقى الترانسفورميشن عندي هنا از ايه؟ is rotation. طيب نيجي ناخد اللي بعد كده. transformation اللي بعد كده بيقول لي ال x وال y ال image بتاعتها هتبقى x و y minus ال a ال x. برضو زي ما تعودنا في الحل لازم اكتب ال points الاول. يبقى ال a هت equal عندي 1 1، ال b 4 1، ال c 403، الدي 1 and 5. طيب نيجي نشوف الايمجز اللي هي A داش B داش C داش D داش. طيب تعال نشوف ايه اللي ما اتغيرش. الاكس عندي ما اتغيرتش، يبقى اخد كل الاكس كوردينيتس دي وانقلها هنا. يبقى هنا 1 4 4 and 1. طيب البوينت اللي هي واي هيحصل لها ايه؟ كل واي هتتغير تبقى واي ماينس ايه؟ واي ماينس 5. يبقى كل الكوردينيتس دي انقص منها ايه؟ انقص منها 5. يبقى 1 ماينس 5 بتبقى نيجاتيف 4، نيجاتيف 4، 3 ماينس 5 نيجاتيف 2، 5 ماينس 5 از ايه؟ از 0. وبعد كده ايه؟ نوقع البوينتس دي 1 ونيجاتيف 4، ادي 1 ونيجاتيف 4 يبقى دي كده، يبقى دي عندي A داش 4 ونيجاتيف 4 يبقى 4 ونيجاتيف 4 هنا اهو كده اهو، يبقى دي B داش C داش 4 ونيجاتيف 2 4 ونيجاتيف 2 يبقى دي C داش D داش 1 and 0 يبقى 1 and 0 تبقى ايه؟ تبقى كده. تعال نرسمها مع بعضينا. لما تيجي تشوف دي طبعا دي هنا دي داش، لما تيجي تبص على الشكل، الشكل تحس انه حصل له ايه؟ الشكل اتحرك، الشكل كان فوق نزل تحت زي ما هو، لا تحس ان هو منعكس ولا في اي ريفليكشن ولا اي ايه؟ روتيشن. وبالتالي يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ترانسليشن. يعني ايه؟ يعني الشكل انتقل من مكان الى مكان ايه؟ مكان اخر. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض البروبلمز المهمة في اكسرسايز 8. بروبلم 7 بيقول لي draw the image of each figure according to the shown transformations and describe each type. زي ما انت شايف في عندك ريكتانجل اللي هو مرسوم. الريكتانجل ده عايز اعمل على البوينتس بتاعته الايه؟ الترانسفورميشن ده. طيب نبدا بايه؟ اول حاجة نبداها احدد البوينتس بتاعتي الكوردينيتس بتاعتها ايه؟ البوينت ايه عبارة عن ايه؟ البوينت ايه عبارة عن 2 و 0. طيب البوينت بي عبارة عن ايه؟ اوصل ازاي للبوينت بي؟ اروح عند ال 6 واطلع 2. البوينت سي اهي عشان اوصل لها اعمل ايه؟ اروح لل 5 واطلع 4. يبقى سي عبارة عن 5 and 4. البوينت دي اروح عند ال 1 واطلع 2. يبقى انا كده حددت البوينتس بتاعت الاوريجينال شيب. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب مني احدد البوينتس بتاعت الايمج. يبقى A داش B داش C داش D داش. نبتدي نحدد كل واحدة من دول. طب دي بجيبهم منين؟ بجيبهم من الريليشن اللي بتحكم عملية الترانسفورميشن. الريليشن دي بتقول لي ان البوينت اللي هي x وy هتتحول لنيجاتيف x and y. طب تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان الواي ما حصلش عليها اي تغيير. يبقى الواي كوردينيت اللي موجود عندي هنا هيتكتب هنا زي ما هو. يبقى عندي هنا 0 2 4 and 2. طيب الاكس اصبحت نيجاتيف x، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني هنعكس الساين بالنسبه للكوردينيت x. يبقى ال 2 تبقى نيجاتيف 2، ال 6 تبقى نيجاتيف 6، ال 5 نيجاتيف 5،
ال1 تبقى نيجاتيف 1. بعد كده نعمل اللوكيشن للبوينت دي في الاكس واي بلين تاني. طيب نيجاتيف 2 0 اروح عند النيجاتيف 2 0 يبقى ايه؟ تفضل البوينت زي ما هي، لا هطلع ولا انزل. طيب البي داش عباره عن نيجاتيف 6 و2، النيجاتيف 6 هنا كده واطلع كام؟ واطلع 2 يبقى في الحته دي كذا. طيب نيجاتيف 5 و4 يبقى نيجاتيف 5 واطلع 4. نيجاتيف 1 و2 اجي عند النيجاتيف 1 واطلع ايه؟ واطلع 2. وبعد كده نرسم الرسمه بتاعتنا. بعد ما ترسم الرسمة تبص عليها وتشوف ايه العلاقة ما بين الايمج والاوريجينال شيب. لما تيجي تبص تشوف العلاقة ما بين الايمج والاوريجينال شيب تحس ان حصل لهم ريفليكشن على الايه؟ على الواي اكسس. يعني احنا قلنا ان البوينت دي عبارة عن ايه داش، ودي عندي بي داش سي داش دي داش. عشان تقدر تحدد اذا كان ريفليكشن او لا، دايما الريفليكشن بتلاقي ان البوينتس دايما بتبعد نفس الديستانس عن الايه؟ عن اللاين اوف ريفليكشن. يعني تلاحظ ان الدي داش تبعد عن الواي نفس الديستانس اللي تبعدها الدي عن الواي، كذلك السي داش تبعد عن الواي نفس الديستانس اللي تبعدها الايه؟ السي عن الواي. اوكي، يبقى انا عندي الترانسفورميشن هنا از ايه؟ از ريفليكشن. نيجي مع بعضينا نشوف بروبلم 2. مديني عندي تراينجل المفروض اعمل له الترانسفورميشن دوت. يبقى اول حاجه اعملها احدد البوينت. البوينت ايه عندي؟ عباره عن 1 و 0. البوينت بي عباره عن 4 و 0. البوينت سي عباره عن 4 و 2. طيب نيجي نشوف اي داش بي داش سي داش. الاي داش عندي عباره عن ايه؟ عشان اجيب الاي داش اروح ابص على العلاقه اللي بتحكم لي الترانسفورميشن. بتقول لي ايه؟ بتقول لي كل اكس خليها نيجاتيف اكس وكل واي خليها نيجاتيف واي. يبقى هغير الساين هنا وهنا، يبقى هنا 1 4 4 تبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 نيجاتيف 4. 0 0 2 يبقى 0 0 نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. نيجي بعد كده نوقع الاي داش. الاي داش عندي نيجاتيف 1 و 0 يبقى نيجاتيف 1 و 0 يبقى هنا كده. طيب البي داش نيجاتيف 4 و 0 يبقى هنا كده. السي داش عباره عن نيجاتيف 4 اند نيجاتيف 2 يبقى هي ايه؟ هي كده. نيجي بقى نرسمها. بعد ما ترسم الرسمه وتيجي تبص تلاحظ ان الرسمه دي عباره عن ايه؟ الرسمه دي برضك ريفليكشن. طب ليه ريفليكشن؟ الريفليكشن ده عندي الريفليكشن هنا حوالين الاورجن، حوالين الاو، يعني الانعكاس هنا تم على نقطه. الاي اصبحت اي داش، البي اصبحت بي داش، نفس الديستانس عندي. لما نيجي تبص السي هتلاقي الديستانس دي كده قد الديستانس ايه؟ دي كده، وبالتالي ده برضك ايه؟ ريفليكشن. نيجي نشوف مع بعضينا بروبلم 3. نوقع البوينت بتاعتنا. البوينت ايه؟ عبارة عن نيجاتيف 1 و 1. طيب البوينت بي الكوردينيتس بتاعتها ايه؟ عشان اوصل للبي اروح عند ال 1 وانزل 1 يبقى 1 ونيجاتيف 1. البوينت سي عبارة عن عشان اوصل للسي اروح عند ال 3 واطلع 1. والبوينت دي بتاعتي عشان اوصل للدي اروح عند ال 1 واطلع ايه؟ واطلع 3 يبقى 1 و 3. طيب نيجي نجيب الاي داش بي داش سي داش دي داش. اروح اشوف الريليشن بتقول لي، بتقول لي الاكس خليها اكس بلس 2، يعني كل الكوردينتس دي زود لي عليها 2 يبقى نيجاتيف 1 بلس 2 يديني 1. 1 بلس 2 ايكوال 3. 3 بلس 2 ايكوال 5. 1 بلس 2 ايكوال 3. نيجي نشوف مع بعضينا المجموعة دي. المجموعة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال y هتبقى y plus 3، يعني ال coordinates دي نزود عليها كلها ايه؟ 3. 1 plus 3 equal 4. negative 1 plus 3 equal 2. 1 plus 3 equal 4. و 3 plus 3 equal كام؟ equal 6. طيب هنا أول point عندي 1 و 4 يبقى 1 واطلع 4.
اوكي يبقى دي عندي اللي هي الاي دي الاي داش. طب البي داش 3 و 2 يبقى دي 3 و 2 يبقى دي كده بي داش. طيب السي داش 5 و 4 ادي 5 واطلع 4 يبقى كده ايه سي داش. طب الدي داش 3 و 6 ادي 3 واطلع ايه واطلع 6 يبقى الايه الدي داش. طيب يلا نرسمها مع بعضينا. بعد ما نرسم الرسمة بتاعتنا نبص كده ونشوف ايه العلاقة ما بين الايمج والاوريجينال. لما تيجي تبص تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان الايه ان الشيب اتحرك، الشكل اتحرك من هنا بقى هنا. طالما اتحرك يبقى نسميها على طول ايه؟ ترانسليشن. يبقى الترانسفورميشن بتاعتنا هنا في الشكل ده النوع بتاعها ترانسليشن. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده. اول حاجة اعملها احدد البوينتس بتاعتي A والB والC، وعندي هنا المرة دي ايه E. البوينت A عبارة عن كام؟ عبارة عن 2 و 5. البوينت B عبارة عن 4 و 3. البوينت C عبارة عن 4 و 0. البوينت E عبارة عن 0 و 3. نيجي نجيب الايمجز بتوعي A داش B داش C داش E داش. عشان اجيب الايمجز دي احقق الترانسفورميشن دوت الاكس هي هي، يبقى الكوردينتس دي اكتبها هنا تاني. وعندي هنا 2 4 4 0. هنا الواي عندي بيقول لي يعمل عليها ايه؟ بيقول لي سبتراكت منها 3، يبقى الواي لو عندي 5 تبقى 5 ماينس 3 از 2، 3 ماينس 3 از 0، 0 ماينس 3 بنيجاتيف 3، 3 ماينس 3 از ايه؟ از 0. يبقى انا عندي هنا 2 2 دي الاي داش، البي داش عباره عن 4 و 0 اللي هي دي، يبقى دي كده بي داش، السي داش 4 ونيجاتيف 3 تبقى دي كده، يبقى دي سي داش، والاي داش 0 و 0 اللي هي ايه؟ اللي هي دي كده. يلا نرسمها مع بعضينا. لما تيجي تبص للرسمه تلاحظ ان الشكل بتاعك اتحرك من فوق ونزل ايه لتحت شويه، وبالتالي نوع الترانسفورميشن از ايه؟ از ترانسليشن. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 8. ليسون 8 زي ما احنا قلنا يعتبر انترودكشن لانذر 4 ليسونز هيجوا بعد كده. ما تقلقش كل الكلام اللي احنا قلناه ده هيتقال تاني وان ديتيلز، والمجموعه اللي جايه مجموعه دروس سهله ان شاء الله مش هيكون فيها مشاكل. بس اهم حاجه في مجموعه الدروس دي ان يعني انت تعرف ازاي تحدد البوينت. هيبقى عندك مشكله كبيره في الاربع دروس دول لو ما بتعرفش تحدد ازاي البوينت وتعمل لها اللوكيشن. هو ده التحدي بتاعك في الفور ليسونز دول. لو انت بتعرف ازاي تترماين البوينتس في الاكس واي بلين المجموعه دي هتبقى سهله جدا. لو انت هتتلخبط حاول تشوف كام بوينتس كده انا جبتهم ازاي وتركز فيهم بيجوا ازاي عشان تتدرب ازاي بتجيبهم. وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.